النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. سعد الله أوقاتكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن، ورحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية للأردن التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الكتلة الهوائية ذات درجات الحرارة الأقل من المعتاد أن تؤثر على المملكة خلال عطلة نهاية الأسبوع. محاورنا التي سنتحدثها خلال هذه النشرة هي ارتفاع قليل على درجات الحرارة يوم الخميس قبل أن تتأثر المملكة بكتلة هوائية معتدلة الحرارة يوم الجمعة، وبالتالي هناك انخفاض على درجات الحرارة اعتبارا من يوم الجمعة وتستمر حتى يوم السبت. صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح خلو عموم منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط وأيضا منطقة بلاد الشام من الغيوم، حيث ساد الطقس صافي في عموم تلك المناطق. تفرقت بعض الغيوم المنخفضة الخفيفة والمتفرقة فوق مرتفعات لبنان وأيضا شمال فلسطين وشمال المملكة وأيضا سواحل سوريا. ننتقل الآن إلى خرائط توزيع درجات الحرارة السطحية من يوم الأربعاء وحتى يوم الأحد. يوم الأربعاء تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. يوم الخميس ترتفع قليلا درجات الحرارة لكن تبقى حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، لكن اعتبارا من يوم الجمعة تنخفض درجات الحرارة قليلا لتصبح أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، وبالتالي يسود طقس صيفي معتدل في عموم المناطق خلال ساعات النهار، لكن تنخفض ليلا لتصبح الأجواء مائلة للبرودة إلى باردة نسبيا خاصة في الجبال وفي السهول. تستمر هذه الأجواء يوم السبت بإذن الله، لكن اعتبارا من يوم الأحد تتراجع وتنحصر هذه الكتلة الهوائية، وبالتالي تعود درجات الحرارة لترتفع وتعود بالتالي لتصبح حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، وتصبح الأجواء صيفية اعتيادية. هذه الخريطة توضح مسار هذه الكتلة الهوائية ذات درجات الحرارة الأقل من المعتاد، حيث توضح بأنها تحركت من منطقة شرق أوروبا باتجاه الأراضي التركية ثم نحو منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي اكتسبت خصائص رطبة أثناء عبورها فوق مياه البحر الأبيض المتوسط، حيث ضمن خصائص هذه الكتلة الهوائية أنها تحمل معها كميات رطوبة عالية، رطوبة سطحية خاصة خلال ساعات الليل، وبالتالي هناك فرصة لتشكل الغيوم المنخفضة خلال يومي الجمعة والسبت في عموم المنطقة الشمالية والوسطى وأيضا المرتفعات الجبلية من المنطقة الجنوبية، تكون على شكل ضباب فوق المرتفعات أو فوق القمم الجبلية العالية. نعود للعاصمة عمان وتوقعات الجوية خلال هذه الليلة، حيث يسود الطقس صافي مع 19 درجة مئوية. أما بالنسبة لتوقعات الجوية لثلاث أيام القادمة، يوم الخميس ارتفاع قليل على درجات الحرارة 30 درجة مئوية كحرارة عظمى، لكن اعتبارا من ساعات الليل تنخفض لتسجل 18 درجة مئوية فقط، وبالتالي طقس مائل للبرودة في العاصمة عمان. يوم الجمعة أيضا تنخفض درجات الحرارة خلال ساعات النهار 27 درجة مئوية، وبالتالي درجات الحرارة أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، 19 درجة مئوية كحرارة الدنيا، نفس الحرارة متوقع أن تسجلها يوم السبت مع استمرار تأثر المملكة بهذه الكتلة الهوائية. في نهاية نشرتنا نستعرض هذا الفيديو من سلطنة عمان، حيث شهدت ولاية نزوة في سلطنة عمان أمطارا غزيرة تسببت بتشكل السيول التي أغرقت الشوارع والسيارات وفق ما أظهر عدد من الفيديوهات المصورة التي نشرها المواطنون. في هذا الفيديو ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.